السلام عليكم. تدور راح الحرب منذ الانقلاب، وتحصد كل يوم أعمارا وأرواحا وحلقات كثيرة التهمتها، ابتداء من الحلقة الأوسع المتمثلة بالعملية السياسية وصولا إلى المرأة التي كانت فيها الحلقة الأضعف والأكثر مكابدة في الحرب. أسر كثيرة تحولت فيها المرأة إلى عائلها الوحيد، تواجه بمفردها مشقات الحياة منذ الانقلاب، وخصوصا في المدن المحاصرة التي تضاعفت فيها المعاناة الإنسانية في ظل جفاف مصادر الدخل والإعالة. الانتهاكات الجسدية والنفسية جراء طول أمد الحرب وسكن المشردين والنزوح بعد فقدان المنازل، تلك التفاصيل بالغة الوضوح والملامح في وجه المرأة اليمنية ويومياتها. المضاعفات الصحية أيضا للمرأة في زمن الحرب كثيرة، خصوصا الحوامل منهن التي يرفضن الذهاب إلى المستشفيات نتيجة القصف المستمر على المرافق الصحية وبالذات في تعز. إحصائيات ضحايا الحرب من النساء مفزعة، كان آخرها ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير حقوق الإنسان على أن 42% من ضحايا الحرب نساء وأطفال. خبراء اجتماعيون يؤكدون أن المرأة اليمنية في ظل الحرب تعاني من ظروف النزوح واللجوء والتهميش وتفاقم مشاعر الحزن وخيبة الأمل، ويؤكدون أن الحروب زادت من مشاكل المرأة اليمنية ومسؤولياتها، فهي تسعى إلى سد الثغرات الاقتصادية للأسرة التي يخلفها غياب الرجل في المعارك، كما أن الحرب التي أدت إلى اتساع رقعة الفقر بين النساء وجعلتهن أكثر عرضة للتعدي على حقوقهن. مشاهدينا الكرام، حول المرأة باعتبارها الحلقة الأضعف في الحرب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، نناقشها مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة رانيا دانيا طاهر الناشطة الشبابية، سينضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة دانيا. مساء النور، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. دعينا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. للحرب وجوه مأساوية، إحداها هؤلاء النساء الحلقة الأضعف في سلسلة العنف المتولدة عن الحرب المستعرة في البلاد منذ أكثر من عامين. ما أن يغادر الرجال بيوتهم إلى الجبهة أو إلى العمل ثم لا يعودون حتى تلقي الدنيا بحملها الثقيل على المرأة، وكأن عبء الفاجعة لا يكفي ليضاف إليه عبء التحول في الدور والمسؤولية. لا تقتصر معاناة المرأة اليمنية على الآثار غير المباشرة للحرب التي يقوم بها هؤلاء، والتي تتجلى في فقد الأزواج والأبناء بالموت أو بالتغييب القسري، ولكنها أيضا تتحول في بعض جولات العنف إلى ضحايا مباشرة لهذه الحرب، إما بالقصف أو الهلع المؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. ابني بيتعذب في الحرب. قد يبدو الموت أهون أنواع الفقد، ذلك أن عبئها ثقيل بالنسبة لهؤلاء النساء اللائي يناوبن في وقفات أسبوعية بحثا عن إجابات ملحة بشأن مصير الأبناء والأزواج في معتقلات الميليشيا وعن الظروف السيئة التي يحتجزون فيها، فيعيشن مع كل ذلك عذابات يومية، خصوصا عندما تتوارد الأنباء عن الأوضاع المأساوية لذويهن وأعمال التعذيب التي لا تتوقف بحقهم من قبل الميليشيا المنفلتة من عقال القانون والضمير والأخلاق. يكابد معظم النساء اللائي فقدن عائلهن من أجل تلبية احتياجات العائلة المكلومة بالفقد، ولكنها ليست مهمة سهلة بالتأكيد، فالوضع المأساوي للمرأة في المجتمعات الأكثر عرضة للحرب لا يتعلق بالحرب ذاتها فقط، بل بمظاهر الحرمان الناجمة عن الحصار الممنهج وعن الصعوبات الهائلة التي تقف أمام مهمة البحث عن القوت اللازم للحياة في هذه الأكوام الهائلة من المآسي المادية والمعنوية. إذن مشاهدينا الكرام، حول معاناة المرأة التي تعانيها جراء الحرب نتحدث في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. أجدد ترحيبي بك أستاذة دانيا. أستاذة دانيا، يعني معروف أن وضع المرأة في اليمن لم يكن بالحسن، خاصة في الريف، ولكن بالتأكيد الحرب زادت الوضع سوءا. لو بدأنا نتحدث بشكل عام من هذه الأثار المترتبة على الحرب التي تعاني منها المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لاستضافتكم لي بهذا البرنامج. ثانيا، المرأة نصف المجتمع وهي تربي النصف الآخر، والنصف الآخر في مشغول الآن في الحروب والأوضاع الحاصلة في البلد. وضع المرأة اليمنية الآن في الداخل اليمني صعب إلى حد أن المرأة الآن أصبحت هي العائل أو الكفيل الوحيد لهذه الأسرة، هي من تسعى لإيجاد لقمة العيش لهم بعد فقدان رب الأسرة لهم. بشكل عام المرأة اليمنية الآن ومنذ القدم يعني كانت امرأة مناهضة ومكافحة، ومثال على ذلك في الزمن القديم الملكة بلقيس يعني
وهناك الكثير من في التاريخ يعني ما كان يذكر يعني عن المرأة اليمنية. في الوضع الحالي يعني العيون كلها متجهة نحو المرأة اليمنية، كونها الآن العنصر الوحيد الفعال في المجتمع اليمني الآن. صحيح. نعم أستاذة دانيال، بدأنا يعني نفصل في المعاناة التي تعانيها المرأة، وبدأنا مثلا بالمحور الصحي، يعني المعاناة الصحية التي تعانيها المرأة في ظل قصف المرافق الصحية، انهيار النظام الصحي، ما تعانيه أيضا بسبب الأمراض التي يعني تنتقل لأطفالهن، والتي في نهاية الأمر هي تصبح المطببة والممرضة، وهي التي تريد أن تكون عائل لهذه الأسرة التي ربما فقدتها جراء الحرب أو جراء الانشغال بهذه الحروب. كيف يعني تقيمين الوضع الصحي في البلاد في هذا الوضع؟ الوضع الصحي الآن في البلاد أعتقد أنه يتدهور. يعني إذا كان المرأة اليمنية الآن زي ما ذكر في التقرير أنه يعني في التقارير أيضا هناك تقارير تقول أن المرأة اليمنية لا تذهب إلى المستشفيات بسبب القصف المستمر على هذه المستشفيات، حتى أن هناك نسبة يعني من النساء يعني حصل لهن إجهاض بسبب الأوضاع خاصة في محافظة تعز، يعني بسبب القصف المستمر، القصف العشوائي للمنازل. هناك من يعانين من أمراض مزمنة، ما فيش الأدوية، الأدوية مش موجودة، أو حتى الكوادر الصحية لم تعد متوفرة مثل قبل. يعني الأدوية تكون شبه منعدمة إلى أن يعني تكون منعدمة تماما في البلاد. هناك نقطة في هذا الجانب أستاذة دانيال تحدثنا عنها، يعني أيضا أحيانا يأتي عائل الأسرة وهو جريح أو فقد أحد أطرافه وتحول إلى يعني معاق في المنزل، وبالتالي يعني يزيد عبء جديد على هذه المرأة، يعني إما أن يكون العائل غير موجود أو فقد وظيفته أو يعني فقد أحد أطرافه، الأطفال أيضا والمسؤوليات التي عليهم. كيف يمكن أن تتحمل المرأة كل هذه الأوضاع في ظل الحرب وفي ظل عدم الالتفات لهذه المعاناة التي تعانيها المرأة؟ أنا أسميها امرأة مكافحة ومناضلة في ظل هذه الأوضاع. يعني إذا كان رب الأسرة إذا لم يكن مفقودا مثل ما تكرمت وقلتي، فهو إما جريح أو معاق أو يعني فاقد العمل، لا ليس له داعي يعني أو ليس منه فائدة، فهي تقوم بدور الأب ودور الأخ ودور الزوج لهذا الشخص لرب الأسرة، وبالمقابل هي دور الأب والأم للأطفال يعني في هذه اللحظة، فهي تحاول أن تحتويهم جميعهم على يعني لكي تخفف من آلامهم معاناتهم. رب الأسرة الآن بحكم أنه مقعد أو جريح أو فهو ينظر إلى زوجته وأولاده يعني يشعر بالانكسار والذل والحزن، لكن يعني ما باليد حيلة، فهو الآن ما لا يستطيع أن يعمل شيء من أجل هذه الأسرة أو أن يكافئ حتى امرأته بشيء بسيط، فهي تعاني معهم في ظل هذه الأشياء وتكافح من أجل إيجاد أحيانا الدواء والعلاج المناسب لزوجها أو لأحد أفراد أسرتها. يعني نعم هذا بالنسبة للجانب الصحي. أيضا هناك الجانب الاقتصادي الذي يعني تعاني منه المرأة. الجانب الاقتصادي للأسف شديد، يعني لا أظن أن بيت الآن في اليمن إلا وعانى معاناة شديدة. صحيح. انقطاع الرواتب، إتلاف كثير من الأماكن التي كان يعمل بها الناس، الأعمال الحرة التي كانت تعمل بالأجر اليومي أيضا توقفت كثيرا، وبالتالي على هذه ربة الأسرة أيضا عبء مضاعف، عليها أن تطعم الأطفال، عليها أن تحضر الطعام، عليها أن تدبر نفسها وأن تتحول فعلا إلى امرأة مدبرة بقدر ما تستطيع. المرأة في هذا الزمن أو في المجتمع اليمني بالذات أصبحت محرومة من مقومات الحياة الأساسية التي هي الماء والدواء والغذاء، إضافة إلى فقدانها من رب الأسرة أحيانا وحرمانها منه. تسعى الأم هنا في هذه اللحظة إلى إيجاد قوت يومها في حتى وإن كان الوضع متردي أو صعب. أحيانا يتم توزيع مساعدات عينية وغذائية لهم، فهي تسعى تذهب إلى المناطق البعيدة لكي تحمل أكياس الرز والسكر لكي تعود بها إلى المنزل لكي تطعم أطفالها. فهي هنا أيضا معاناة، يعني معاناة السفر ومعاناة العبور من المعابر مثل تعز. معبر الدح يعني في تعز وجدنا كثير من النساء عالقات. نعم يعني هناك حصار شديد للنساء هناك في هذه النقطة،
يعني هم ذهبنا على يعني لكي يحضرنا يعني مقومات الحياة الأساسية الغذاء، ولكن يعني فوجئنا بالحصار وإطلاق النار وقت يعني حملهن ورجوعهن إلى داخل المدينة يعني المواد الغذائية. منهن من ترك الغذاء وهرب يعني لينجنا يعني بأرواحنا، ومنهن من يكافحنا ولازلنا محاصرات في هذه النقطة أو في هذا المعبر لكي يحصلنا ولو بقدر بسيط جدا من هذه المقومات الأساسية للحياة. لكن في داخل المدينة أعتقد أن الوضع سيء للغاية، يعني لا يوجد هنا أي مؤشر يدل على مقومات الحياة الأساسية، يعني تكون شبه منعدمة. نعم، خاصة يعني هذا كما تفضلت بالحديث عن مدينة تعز، الحصار، المعاناة التي تعانيها المرأة. هناك أيضا كثير من المناطق التي يعني حدث فيها نزوح غير عادي مثل إب وصنعاء، العائلات النازحة الساكنة في المدارس، الساكنة في ملاجئ ربما غير مهيئة أيضا للسكن. برأيك هل يعني هذه المعاناة الاقتصادية يعني تشكل عبء إضافي بالنسبة للمرأة؟ نعم، تشكل عبء إضافي، لأنها الآن مسؤولة أمام أطفالها، مسؤولة لإيجاد لقمة العيش لهم، تسعى جاهدة لإيجاد ولو جزء بسيط من مقومات الحياة، سواء كان الغذاء أو الدواء يعني كجزء أساسي إذا كان لديها الطفل الجريح أو الزوج الجريح. أيضا الماء، يكاد الماء يكون منعدما في هذه المناطق المحاصرة. يعني أشياء بسيطة تعاني منها المرأة اليمنية، وخاصة المرأة يعني التي في تعز تعاني منها، وذلك بسبب الحصار والقصف العشوائي الذي يعني نعم. تطاله المنازل هناك. صحيح. يقال أخت دانية يعني أن المرأة لا تصنع قرار الحرب، لكنها للأسف أكثر من يعني يدفع ثمن ذلك القرار. كم تنطبق هذه العبارة على المرأة اليمنية؟ أعتقد 90% تنطبق على المرأة، 90% المرأة اليمنية بالذات، لأنها لأن الحرب الآن نتائج الحرب أصبحت عائد سلبي، يعني هناك عائد سلبي على المرأة، خاصة المرأة رب الأسرة. إذا كانت الأسرة رب الأسرة قد يكون مفقود أو قد يكون جريح أو قد يكون معاق، يعني كما قلنا سابقا المرأة هنا تقوم بالدور الأب والزوج والأخ كما ذكرنا سابقا. الآن هي المرأة، الآن هي محط الأنظار ومحط الآن تبحث عن عن الأشياء التي قد تستطيع أن تعملها أو تسعى لإيجادها لكي يعني تنفق بها لأهلها ولأسرتها. الحرب هي من صنعت هذه الظروف، وهي تحاول وتجاهد وتسعى إلى يعني إيجاد ولو شيء بسيط يعني أو إيجاد حياة كريمة لأسرتها. صحيح. دعنا نقول يعني كذلك. خاصة أستاذة داني يعني حين يذهب الرجال للتفاوض في أروقات السياسة أو للمعارك أيضا، ربما هم لا يعني يدرسون دراسة حقيقية ما الذي ستخلفه مثل هذه الحروب أو المفاوضات السياسية على المرأة القابعة في المنزل المواجهة لكثير من الأعباء، ليس كذلك؟ صحيح، في السابق هم كانوا مهمشين لدور المرأة كثيرا يعني، حتى يعني في المؤسسات المجتمعية وفي الأشغال يعني أكثرها تذهب إلى الرجل، يعني حتى في نسبة 70%، حتى وإن تم إقرار 30%، وذلك تم إقراره في المؤتمر الحوار الوطني، تم إقرار 30% يعني يخص المرأة، لكن لم يعطوها حقها. فالمرأة مهمشة، فهم في هذه الحالة يعتبروها لا شيء، ما زالت عبء على المجتمع من خلال نظرتهم هم، يعني هم يحاولون. لكن الواقع ماذا يقول؟ نعم، الواقع يقول غير ذلك، المرأة هي من تكافح وهي من تسعى جاهدة إلى إيجاد أي شيء، يعني سواء كان في المناطق المحاصرة أو في المناطق الغير محاصرة. الآن إذا كان في المناطق الغير محاصرة مثل صنعاء، المرأة هي التي تعلم وهي التي تبحث عن لقمة العيش، وهي التي تذهب إلى المدرسة لتدرس الطلاب، وهي التي تشتغل، وهي يعني المرأة جزء أساسي يعني من الأساس لهذا المجتمع. لكن نحن مع الأسف قاموا بالتهميش لهذه المرأة، مما ساء يعني الوضع. هل تتوقع يعني أن يلتفتوا أكثر لإيجابية دور المرأة بعد
هذه الحرب. يعني احنا واجه في 2011 يعني ربما انتبه الناس لدور المرأة في هذه الثورة السلمية وكيف خرجت المرأة وكانت مساندة للرجل في ثورتها السلمية. بهذه الحرب أيضا هل يمكن أن تسلط الأضواء على الدور العظيم الذي قامت به المرأة في ظل غياب الرجل سواء كان للعمل أو ذهابه في الحرب؟ لا أعتقد، لأن المرأة حتى في أيام مشاركتها في المسيرات السلمية والمظاهرات كانوا يعتبروها شيء يعني عيب، لماذا تذهب للمشاركة في هذه المظاهرات السلمية برغم أنه حق من حقوقها يعني ومع ذلك هي يعني استمرت أقوى. نعم. ربما من هذا استمرت واستطاعت أن تفرض صوتها. صحيح، يعني خرجت وكافحت وظاهرت ورفعت صوتها يعني أمام الظلم، لكن النصف الآخر أو المجتمع الذكوري رأى لها بالنظرة الدونية، يعني كانوا ينظرون لها بالنظرة التي أنت المرأة لا تستطيع أن تعملي شيء. بالعكس، يعني المرأة يعني لو مكنوها من قدراتها وساعدوها وأعطوها حقوقها لسعت وعملت وبنت يعني يدا بيد مع الرجل لبنت يعني بلد، يعني سواء كان بالأطفال في تربية الأطفال أو في المدارس في المنازل، هي المربية، هي المربية وهي الأساس. نعم. طيب يعني في المؤتمر الصحفي الأخير لوزير حقوق الإنسان أشار إلى أن 42% تقريبا من ضحايا الحرب للأسف نساء وأطفال. هذا رقم يعد رقم مفزع بالنسبة يعني لأي متابع. ما الذي يعني لك مثل هذا الرقم؟ أن يعني نسبة ربما هي التي لم تشارك في الحرب بتاتا ولكن للأسف شديد تمثل ما يقارب النصف في الوفيات. في هذه الحالة المرأة هي ضحية لمجتمع أحب الحرب، يعني سعوا إلى إنهاء أولا دور المرأة ثم أصيبت وهمشت المرأة خلال الحرب وخلال القصف العشوائي. يعني مثلا في تعز النساء، الكثير من النساء يعني في تعز وغيرها من المدن يعني المحاصرة والتي كانت تحت الحصار، كثير من النساء من أصبن وتوفين يعني وجرحى، إذا لم تكن قتيلة فهي مجروحة، وإذا لم تكن مجروحة فهي فاقدة لرب الأسرة ولعائلها. يعني المرأة هنا في هذا الدور في هذا المكان تعتبر جزء لا يتجزأ من المعاناة الإنسانية في اليمن. نعم. إذن اسمح لنا أستاذة داني أن ينضم إلينا عبر الهاتف أميرة البكيلي عضو فريق الراصدين المحليين من تعز. مساء الخير أستاذة أميرة. مساء النور والعافية، أهلا بكم جميعا. أهلا بك أستاذة أميرة. لو بدأنا بالحديث معك عن تقرير الراصدين المحليين والذي تحدث عن معظم حالات القتل للنساء في تعز، 105 امرأة قتلت قتلتها ميليشيا الانقلاب و20 امرأة قتلت بقصف الطيران، حدثينا عن ذلك بشكل أوسع. بسم الله الرحمن الرحيم. عام الأخر من الحرب على النساء في تعز، هذا كان عنوان المؤتمر الصحفي الذي قامت به شبكة الراصدين المحليين في محافظة تعز، وهذا يأتي تزامنا مع الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة. قمنا بإعداد هذا التقرير وتزامنا مع الحملة الدولية لنعرف مدى آثار الحرب التي أثرت سلبيا على المرأة في تعز، وقد قمنا بعمل إحصائية للمستشفيات بعدد القتلى وبعدد الضحايا الغام والضحايا القصف، فكان العدد الإجمالي لعام 2016 695 794. أما بالعام الماضي كان 695، فالفرق كان 99، يعني أن التزايد إن الضحايا في تزايد. العام الماضي كان نفس التقرير عدته شبكة الراصدين، وهذا العام أيضا عدت هذا التقرير الثاني، ويحاول التقرير تسليط الضوء على أثر الحرب على النساء من خلال المساس بعدد من الحقوق، سواء حقوق الحق في الحياة أو السلامة الجسدية أو الحق في الغذاء والرعاية الصحية أو المسكن. نعم. وبالتالي فقد نزلت لجنة شبكة الراصدين إلى بعض الأماكن، بعض المستشفيات سواء المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة لرصد هذه الحالات. كذلك تم رصد الحالات مقابلات فردية مع بعض الضحايا،
إضافة إلى رصد حالة الانتهاكات التي طالت بعض النساء. نعم. وإجراء مقابلات فردية وإجراء مقابلات لتجارب نساء أيضا في الحرب، قاومنا الموت وصنعنا الحياة في ظل الحصار وفي ظل الحرب وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها نساء تعز في الوقت الحالي. نعم أستاذة أميرة، الإشارة إلى أن مقاتلي الحوثي وصالح وسعوا عملياتهم القتالية إلى 14 مديرية حسب تقريركم، هل توسيع العمليات القتالية أدى إلى توسع الانتهاكات؟ أجل أكيد شيء أكيد، كلما توسعت الانتهاكات في المديريات كلما توسع وكثر عدد ضحايا النساء سواء بالقتل أو بالتهجير أو بالحصار أو سواء وكذلك ضرب الطائرات، لذلك فكلما زادت رقعة التوسع لعمليات القصف من الحوثي فالضحايا تكون أكثر وبالنسبة أكثر. نعم أستاذة أميرة، ماذا عن الانتهاكات التي انعكست على المجالات الحياتية بالنسبة للمرأة؟ يعني أشار التقرير إلى أن هناك يعني انتهاكات انعكست على حياة المرأة سواء بمختلف الشرائح والمهن أيضا كما أشار التقرير. المرأة تضررت في كل الحالات، أولا المرأة إن لم تكن قتيلة أو بريحة أو فقدت جزء من أجزاء جسدها عن طريق اللغم فهي فقدت عائلها، زوجها، أبوها، فقدت ابنها، فقدت أخوها، العائلة الوحيدة لأسرتها أصبحت هي العائلة التي تعول أسرة بأكملها، أصبحت مهجرة من مكان إلى آخر، فقدت وطنها وذهبت لتبحث عن وطن في مكان آخر لا يوجد في هذا المكان أي أدنى سبل العيش. اضطرت للمرأة لخوض مجالات عمل لم تكن تعملها من قبل، مثل حمل ذباب الغاز، الكراتين الكبيرة، مثل الذهاب إلى الأماكن الخطرة حتى تستطيع أن تحصل على لقمة عيشها. وكذلك هناك انتهاكات أخرى التي تتعلق بمرضى، فمرضى الفشل الكلوي للنساء ومرضى السرطان كذلك. نعم. تعرضنا لانتهاك في المساس بصحتين، فاللواتي يجئن من مديريات بعيدة أصبحنا استطعنا المجيء إلى تعز حتى يتعالجن، وكذلك في ظل عدم توفر الأدوية ومستلزمات هذا المرض السرطان أو الكلى أدى إلى ارتفاع نسبة الأمراض بها الأمراض من النساء، موت العديد من النساء بهذه الأمراض نتيجة للحصار ونتيجة لبعد بيوتهن عن موقع المستشفيات كذلك، والمسافة الطويلة التي يمكن أن تذهب بها المرأة من مديرية إلى محافظة تعز. نعم. يستمر يوم بأكمله. نعم أستاذة أميرة، يعني أوصى التقرير بمقاضاة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أيضا كما أسماها، إلى من رفعتم تلك التوصيات؟ التوصيات كانت مرفوعة إلى الحكومة اليمنية. نعم. إلى منظمة المجتمع الدولي، المنظمة المدنية المهتمة بحقوق المرأة التي دائما وهي تنعق بما تعاني المرأة من عنف، فلتنظر إلى تعز الآن، المرأة في تعز تمارس ضدها أشكال العنف المادي والجسدي الذي لم نسمع عنه من قبل، فمناشداتنا ومطالبتنا والتوصيات تطرق هذه الأبواب حتى ينظروا إلى المرأة في تعز ويحاولوا أن يرفعوا ولو قليل الجزء من الضغط الذي يقع على المرأة في تعز. نعم إذن شكرا جزيلا لك أميرة البكيلي عضو فريق الراصدين المحليين، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذة دانيا أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة دانيا. أستاذة دانيا كما أشارت يعني الأخت أميرة في تقريرهم الذي قدموه في فريق الراصدين المحليين، يعني الكثير من الأرقام التي اختلفت عن العام الماضي، ولكن يعني نتحدث عن نقطة أو نقف عند نقطة ذكرتها، خروج المرأة للعمل الذي لم يكن اعتيادي، يعني لا بأس أن تخرج المرأة للعمل، ولكن الغريب ربما هذه المرة خروجها لأعمال شاقة
لم تكن تقوم بها، حمل الكراتين الثقيلة كما تفضلت، حمل أنابيب الغاز، حمل أو الذهاب إلى أماكن خطيرة تتعرض فيها إلى ربما قصف القناصة أو إلى أماكن ملغمة. ما هي القوة التي دفعت المرأة للخروج إلى هذه الأعمال؟ قوة الإرادة. يعني معروف عن المرأة اليمنية أنها قوية شخصية وشخص ذو عزيمة، فالذي جعلها تخطو هذه الخطوات وتسعى إلى هذه الأعمال أولا ما فرضه عليها الواقع بسبب فقدان عائل من أسرتها، سواء كان زوجها أو أبوها كما تفضلت الأستاذة أميرة، أو السعي وراء تحقيق حياة لأطفالها. يعني لا تستطيع أن ترى أطفالها أو زوجها مثلا أو أحد أفراد أسرتها يعني يموتون من الجوع أو من انعدام الدواء أو الماء، فهي تسعى جاهدة لتوفيره حتى بوسائل مختلفة، يعني في خاصة يعني في الأعمال الشاقة هذه. نعم أستاذة أميرة، عفوا دانية، يعني الكثير من الضغوطات النفسية والجسدية أيضا التي تعاني منها المرأة، ربما يعني قضية اختطاف أحد أفراد الأسرة سواء الزوج أو الأب أو الابن، نتحدث عن هذه النقطة أيضا لما تتعرض له المرأة اليمنية. اسمح لنا فقط أن تنضم معنا أيضا الأخت سهام علي، قريبة أحد المختطفين، عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أستاذة سهام. أهلا وسهلا، مساء الخير والنور لك. أهلا بك معنا أستاذة سهام. نود أن نتحدث معك عن وضع المرأة وتحديدا أي قريبة للمختطف، هل بالإمكان أن يعني تلقي لنا بعض الصورة عن وضعها؟ بالنسبة للمرأة أختي العزيزة، طبعا سواء كانت كقريبة مختطف أو غيرها في ظل هذه الأوضاع الراهنة، فقد أصبحت تعاني كثيرا من جراء هذه الأوضاع التي تعيشها. أما بالنسبة لقريبة مختطف سواء كان زوجها أو ابنها أو أخيها، فهي تعاني الكثير. المعروف أنه الرجل هو من يقوم بهذه الأمور في البيت، والراعي والمسؤول هو، ولكن عندما يغيب قريبها والمسؤول عنها تتعرض المرأة لكثير من الضغوطات، الضغوطات المالية التي جعلتها تخرج باحثة عن العمل في ظل البطالة المتزايدة المتفاقمة، مش ليس فقط المتزايدة فقط، وإنما يعني صار الوضع في تفاقم من سيء إلى أسوأ. وأيضا لا ننسى أنها تحمل أعباء الزيارة وأعباء يعني مسؤولية زوجها أو قريبها المختطف، يعني في ظل التجويع التي يعني يواجهها أو يتعرض له المختطفون داخل السجون، هي تتعرض لضغط مادي شديد جدا، لأنها تريد أن توفر له الطعام، الملبس، الدواء إذا كان مريضا، وهذا يضطرها إلى الديون، وهذه يعني أعباء ليست قليلة جدا وليست بسيطة. ناهيك طبعا عن الوعود التي أو الوعود الكاذبة التي تضطر المرأة إلى الابتزاز المالي، التي توصلها إلى ادفعي حتى نخرج لك قريبك المختطف، زوجك ولا ابنك، من كان يقربها، دون أن ترى أمل لذلك. فهي يعني في كل يوم تزداد معاناة المرأة من شديد إلى أشد ومن سيء إلى أسوأ. أيضا المرأة الآن في ظل الأوضاع التي يتعرض لها المختطفون وفي ظل التعذيب التي يتعرض لها المختطفون، صارت في خوف شديد وفي قلق دائم على قريبها، فهي تبحث عن أي وسيلة حتى تخرج بها مختطفها، فتدفع المال تلو المال وتزيد فوق ما طلب، حتى يعني كأنها تتلقب بصيص أمل لخروج مختطفها. وهذه أعباء تزيد على المرأة أشد وأشد، وخاصة في ظل غياب زوجها أو قريبها المختطف. هناك أيضا أستاذة سهام، يعني نسمع مرة بعد أخرى اعتداءات تطال أمهات المختطفين أو قريباتهم أثناء الوقفات الاحتجاجية، هل هذا امتداد للانتهاكات التي تتعرض له المرأة اليمنية؟
نعم هذا طبعا انتهاكات كثيرة جدا، وقد تعرضت لها المرأة التي تخرج سلمية مسالمة في نضالها السلمي بحثا عن قريبها، يعني صوتها بح وهي تصرخ وتصيح: أخرجوا لي قريبي المختطف الذي أخذتموه، أخرجوا عائلي الوحيد، أخرجوه. ومقابل هذا هي نضالها سلمي مقابل بندقية تضرب المرأة ويعتدى عليهم بالسب، الكلام، بالضرب بعقاب البنات وغيرها من أنواع الامتهانات التي يمارسها هؤلاء ضد المرأة. طبعا هذه تزيد من الضغوطات التي تواجه المرأة عندما تخرج في وقفة سلمية لا تحمل أدنى سلاح حتى وإن كان السلاح الأبيض، وتقابل بالأعقاب البنادق بالضرب، سواء كانت يعني الشرطات النسائية التي يخرجونها أو الرجال. وأكثرها تعذيبا للمرأة هذه وأكثرها امتهانا لكرامة المرأة التي لم نعهدها في بلادنا لا في عرف ولا في قانون، ولا أن يعتدى على المرأة، وخاصة في أعرافنا القبلية وعاداتنا كيمنيين لم يذكر أنه يعتدى على المرأة إلا في ظل هذه الأوضاع وفي ظل سيطرة هؤلاء على الدولة وسيطرتهم على البلاد. فصارت المرأة يعني ليست هذه المرأة التي نعرفها. الرجل لا يمد يده أبدا على المرأة، ناهيك عن أن يعتدي عليها وهو مسلح ويسلمية لا تحمل شيء بيدها، وإنما خرجت لتطالب بخروج مختطفها، تطالب بخروج عائلها الوحيد لها التي وراءها كم من طفل يتمنى وجود أبيه، وتتمنى هي أيضا أن تشبعه، أن يعني تلحقه بالمدرسة، تكسيه. وهذه كلها من المعاناة التي تعانيها المرأة في ظل هذه الأوضاع، سواء كانت ضغوطات مادية أو ضغوطات معنوية، جميعها فعلا أثرت في حق المرأة وأثرت في نفسية المرأة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سهام علي، قريبة أحد المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. هذه النقطة أستاذة دانيا يعني نقطة مؤلمة في الحقيقة، أن تخرج المرأة للبحث عن قريبها المختطف الذي تعلم أنه يعذب وتعلم أنه في وضع صحي سيء، تبتز بالمال، تنتهك في وقفاتها السلمية إما بالضرب أو بالألفاظ السيئة، يعني أشياء ربما كعرف مجتمعي هي ليست من مجتمع يعني من عرف مجتمعنا وليست من عاداتنا. المرأة دائما مكرمة أمام الرجل اليمني، لماذا وصلنا إلى هذا الانحدار الأخلاقي في التعامل مع المرأة؟ برأيي تم الوصول إلى هذا المستوى من الأخلاق بسبب انعدام الفكر، انعدام الثقافة أو الوعي الثقافي لدى الطرف المهاجم. المرأة كنز، وفي مجتمعنا اليمني المرأة مصانة، حتى وإن سلبت حقوقها وكانت يعني لا تمارس حياتها بشكل طبيعي أو ليست لا يوجد مساواة بينها وبين الرجل، إلا أنها مصانة في بيتها، معززة، مكرمة. لكن ما وصل إليه الحال الآن هو انعدام المسؤولية أو الشعور بأهمية هذا المخلوق يعني أو هذا الكائن، انعدام الثقافة، انعدام الوعي، انعدام الحس بالمسؤولية أو الشعور بأهمية هذا الشخص الكائن أمامي، يصل إلى هذا المستوى المتدني من للأسف. طيب أخت دنيا، يعني من خلال متابعتك يعني الوضع الحرب في الداخل ووضع المرأة أيضا، يعني هل وصلت لك بعض القصص الإنسانية لبعض النساء سواء في مدينتك أو في أي مدينة أخرى أثرت فيك وجعلت يعني وشعرتي فعلا أن المرأة هذه الفترة تعاني معاناة مختلفة لم تمر بها من قبل؟ الكثير من القصص، يعني ما نراها في التلفاز وما نسمع منها من أهالينا يعني في البلاد، أبسطها يعني هي خروج المرأة للبحث عن لقمة العيش، يعني حتى من أماكن يعني قذرة كالقمامة، كأماكن لم تصل إليها المرأة من قبل، تحاول أن يعني تنزل من مستواها، من كرامة عيشها، من تقدير الرحمن لها، إلى مستوى دنيء ومستوى ضعيف لتبحث عن هذه اللقمة. قصص كثيرة في تعز تقريبا أن يعني تصلنا دائما يعني في خلال مسامع يعني ما نسمعه من الناس من أخبار ومقولات، يعني أنه أحيانا المرأة تضطر إلى يعني إلى مشاركة
هذا يعتبر عمل نبيل يعني، انها تشارك لقمة العيش مع جيرانها يعني، وهذا ما يعني دليل على ما ان الرحمة ما زالت موجودة بين النساء لمن يعني، وان نقول يعني انها انعدمت من عند الطرف الاخر الذكوري، ولكن موجودة يعني هناك ايضا يعني من النساء من بين ادوات منزلهن نعم. يعني القدور الصحون، وشاهدنا ذلك يعني في كثير من الصور، بعنا الذهب يعني حتى يعني هذه يعني طبعا هذه اول شيء تفكر به المرأة وذهبها يعني. صحيح. لكن نعم، دعينا أيضا أن نستضيف معنا الأخت بشرى العامري، عضو فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذة بشرى. مساء الخير عزيزتي آسيا، ومساء الخير لضيفتك الكريمة والمشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك معنا أستاذة بشرى. لو تطرقنا معك إلى ما تضمنه التقرير الأخير للتحالف اليمني بخصوص الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة وطالتها، حدثينا عن هذه الانتهاكات بشكل أوسع. رصد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الرصدي من خلال العامين الماضيين منذ القيام منذ الانقلاب مقتل 597 امرأة في مختلف محافظات الجمهورية، وجرح أكثر من 3000 امرأة، ما يقارب 3092 امرأة، بالإضافة إلى اختطاف 12 امرأة، وهناك المئات من النساء التي أصبحن اليوم معاقات نتيجة الاختطاف الإصابات. طبعا كان النصيب الأكبر لمحافظة تعز. أيضا هناك إحصائية مقاربة لهذه الإحصائية أصدرها مركز صنعاء مع مؤسسة أبعاد، تحدثت عن مقتل 546 امرأة في عموم محافظة الجمهورية وإصابة 2269 امرأة. نعم، ما هي أبرز حالات الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة منذ الانقلاب أستاذة بشرى؟ هناك حالات القتل طبعا اللي هي كانت الحالات الأبرز، أكثر الحالات طبعا اللي تم رصدها هي حالات الإصابات، النساء كنا عرضة كثيرة للإصابات المباشرة إما عبر القنص أو عبر القذائف التي تطلقها ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح، خصوصا في تعز وفي المحافظات الأخرى تطلقها بشكل مباشر على المنازل والأحياء السكنية، فكانت هناك الكثير من النساء التي يكون عرضة للإصابة بهذه القذائف والرصاص. نعم. أيضا ما رصدناه ويشكل أمر مفزع حكاية الاختطافات طالت النساء، وهذا شيء معيب في العرف المجتمعي والقبلي اليمني. رصدنا ما يقارب 12 حالة اختطاف وتم توثيقها، بالإضافة إلى حالتين وصلت لنا مؤخرا لاختطاف، واحدة في صنعاء وأخرى في إب، وكانت حالات تؤشر إلى وجود حالات من انتهاكات غير مقبولة عرفا ومجتمعيا. أستاذة بشرى، يعني من هي الجهة الخاطفة يعني؟ نعم، يعني هل تم معرفة الجهات؟ نعم عزيزتي، في صنعاء قامت ميليشيات الحوثي باختطاف امرأة تقوم بتوزيع مواد غذائية للحالات الفقيرة في منطقة نقم، وقامت الميليشيات المشرفة على هذه المنطقة باختطافها وإيداعها إحدى أقسام الشرطة المسؤولة عنها والتحقيق معها، وهذا في إطار خارج عن إطار القانون. في محافظة إب قام أحد قياديات الميليشيا الحوثي باختطاف فتاة قريبة له من منزلها بتهمة أنها داعشية وأن والدها وأخوتها داعشيين، وتم تزويجه لها أو سيتم تزويجه لها بالإكراه كنوع من المعقوبة لها ولذويها. طبعا هناك حالات كثيرة من الاختطافات صارت نساء ناشطات سياسيات ونساء يقومن بالعمل المجتمعي سواء في الحديدة أو صنعاء أو إب أو غيرها. نعم، إذا ماذا عن النزوح والتهجير وأثره على معاناة المرأة اليمنية في الريف والمدينة؟ الحالات التهجير تطال النساء بشكل أكبر، النساء يقع على عاتقهن توفير أماكن آمنة لذويهن لأطفالهن، وبالتالي يقومن بحمل ما يستطعن ويحمل أبنائهن إلى مكان آمن. نعم. خصوصا من تعرض ذويهن للاختطاف للاعتقال أو للقتل، ف
فيكون أولادها أو ذويها معرض أيضا لهذه الاختطافات والاعتقالات، فتضطر أن تنتقل إلى مكان أكثر أمانا. المشكلة أنه هناك كثير من المناطق من التي تقوم الأسر فيها بالتأجير، تكون المنظمات المجتمع الدولي المنظمات الدولية المعنية بعيدة عنها أو لا تقدم لها الرعاية والخدمة الكاملة، فبالتالي هم اليوم ينامون في العراء وينامون في مناطق غير آمنة أو لا يوفر لهم احتياجاتهم الكافية أثناء تهجيرهم. نعم أستاذة بشرى، يعني ما هو دور المرأة التي ربما هي بعيدة عن كل هذا الوضع، المرأة اليمنية كناشطة إعلامية وحقوقية، في تسليط الضوء على معاناة المرأة اليمنية في الداخل؟ يعني نسمع عن كثير من الأخوات في الخارج، ولكن ربما يقتصر أحاديثهن فقط على أمور المحاصصة، الكوتة، وأشياء أخرى، يعني غير يعني ما تعانيها المرأة الآن يعني في ظل الحرب بالذات. عزيزتي، للأسف النساء الناشطات الموجودات أولا على الميدان تم ملاحقتهن وتم مضايقتهن. الزميلة بشرى الناشري تم قنطها، تم بتر قدمها مؤخرا بسبب المعاداتها، يعني النساء اليوم لا يستطعن العمل كما السابق في الميدان. هذا بالنسبة للنساء الناشطات على الميدان. أما النساء السياسيات، النساء الموجودات على مستوى الواجهة أو العمل الحقوقي، انقسمن إلى أكثر من فريق. هناك فريق من يبحث عن شهرة، من يبحث عن موقف، من يبحث عن تصنيف أو تسوية، وهذه لها حساباتها. هناك من تم مضايقة، من تم ملاحقة، وهن كثر واضطرر إما لمغادرة أماكن الصراع إلى أماكن أخرى أكثر أمنا، إما في القرية أو في مناطق نائية، أو الخروج من اليمن برمتها. أيضا اللواتي خرجنا من اليمن يعانينها كثيرا، الظروف المعيشية، ظروف العمل في ظل ظروف اقتصادية سيئة، ظروف المنظمات المجتمع المدني يعملن بها توقفت عن العمل، لا يتم اعطائهن الحق الكافي لإظهار صوتهن أو لإظهار معاناتهن أولا ومعاناة المجتمع المدني المجتمع اليمني الذي يعيشن فيه. نعم، إذن شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا لك أخت بشرى العامري، عضو فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. أخيرا أستاذة دانية، لو تطرقنا معك بصورة سريعة إلى معاناة المرأة اليمنية في المهجر، أيضا كونك نقابية في اتحاد الطلاب، ماذا عن وضع الطالبات في ظل توقف المساعدات في أقل من دقيقة؟ الطالبات هنا في المهجر يعانين حقيقة من انقطاع الحقوق المالية، لكن ما زلنا يعني عايشات، يعني مستمرات في الحياة والمكافحة. يعني المرأة اليمنية مكافحة سواء كان في الداخل أو الخارج، هنا يسعين المطالبة بحقوقهن من الجهات الرسمية، يعني ويسعين لاستعادة هذه الحقوق، يعني كطالبة مبتعثة من داخل اليمن لها الحق ولها يعني الحق الكامل في مطالبة حقها والأخذ يعني بقوة كمان. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دانيا طاهر، الناشطة الشبابية، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.